السلام عليكم. ما اسمك؟ ناصر غانم محيا. معك هنا أرض؟ ايوه هذه الارض حقي، يعني مين البدية هذه كلان هناك الدهب هذه. احمد الله، والله لك الحمد، اللهم له الحمد لله. هذه نعم من نعم الله، والله نحمده ونشكره. اليوم تراب خارب لكن بكره تراب غالي. نعم، عندما تمشي هنا اذا مشي هنا الاسود، نعم اعرف ان انه نعم ان شاء الله، ان شاء الله يمشي، ان شاء الله بحق الله يمشي. تعالوا ان شاء الله. اضعاف الاضعاف اسعار بكون بعدين غالي ان شاء الله. حطه مستشفى، فندق سياحي. نعم هذه بركة. نعم احمد الله، حركة من عند رحم الرحمن ان شاء وشكره. الله اذا مبروك، الله يبارك فيك ويبارك بكم ان شاء الله ويعينكم على العمل. جزاك الله خير، ما دام هذه ارضك في سبيل الله ان شاء الله. ان شاء الله الى الجنة، الى الجنة. جزاك الله خير. هذا المحل ما اسمه؟ هذا يعني محبارة، محبارة، محبارة العالية. ايوه. كم باقي لوري زبيد؟ باقي لنا يعني مشوار شوية. لا بس يعني لا نشتري المكان اللي يبونه، مكان الجسر الضيق، المكان الضيق. ايوه باقي لنا مشوار، مشوار باقي، مشوار. ايه باقي حوالي 10 كيلو. 10 كيلو؟ ايوه اقل اقل اقل، أقل. هو ان شاء الله نوصل الان. وقف لكم هذه؟ تحت بيت سلمان باب الفنج. ها ايوه باقي 10 كيلو صح. شكرا لك.